أهلا بكم مشاهدينا إلى هذا الموعد الإخباري. وبداية، سلم الأربعاء 15 من فيفري 3 إرهابيين أنفسهم للسلطات العسكرية ببرج برج مختار بالناحية العسكرية 6. بيان عن وزارة الدفاع الوطني أوضح أن الأمر تعلق أو يتعلق بكل من ملوكي عبد الرحمن المكنى عبد الرؤوف، ملوكي سيدي أو سيدي محمد أقول والمكنى بعبد الصمد، وملوكي الشريف المكنى عبد الناصر. كما سلم إرهابي آخر نفسه إلى السلطات العسكرية بإنقزام بنفس الناحية العسكرية، ويتعلق الأمر بالمدعو توجي عمر المكنى علي. الإرهابيون الذين كانوا ينشطون ضمن الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل كان بحوزتهم 4 مسدسات رشاشة من كلاشنيكوف، قنبلتين يدويتين و12 مخزن ذخيرة و3 حمالات مخازن وكمية من الذخيرة. أودع 7 أشخاص الحبس المؤقت بعد سماعهم من قبل قاضي التحقيق في قضية قتل المحامي جمال الدين الشاوي، ووضع متهم آخر تحت نظام الرقابة القضائية. بيان للنائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدا أوضح أن المعطيات الأولية للتحقيق تشير إلى أن دافع الجريمة هو السرقة، ولا علاقة لها بمهنة أضحية كمحام ولا بصفته كرئيس مجلس شعبي بلدي. وحسب البيان، تم متابعة المتهمين بجناية عقول تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لارتكاب جناية اختطاف شخص عن طريق الاستدراج واحتجازه دون أمر من السلطات المختصة، جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بالإضافة إلى جناية السرقة المقترنة بظروف تعدد الليل واستعمال العنف واستحضار مركبة لتسهيل الفعل وتسهيل الهروب، جناية وضع النار عمدا في مركبة مملوكة للغير ليس بها أشخاص، وجنحة حيازة أسلحة وذخيرة من الصنف الرابع دون رخصة. فيما تمت متابعة 3 متهمين في القضية بجناية تكوين جمعية أشرار لإعداد ارتكاب جنايات وجناية المشاركة في السرقة المقترنة بظروف التعدد والليل والعنف واستحضار مركبة لتسهيل الهروب وجنحة عدم الإبلاغ عن الجناية. أعربت سفارة المملكة العربية السعودية بالجزائر الخميس عن تقديرها لجهود السلطات الجزائرية إثر توقيف شخص هدد بالقيام باعتداء عن طريق التفجير ضد مقرها بالجزائر العاصمة، مؤكدة ثقتها في قوات الأمن الجزائرية. وذكرت السفارة بما وقع فجر الأربعاء، حيث تلقت اتصالا هاتفيا من شخص وجه تهديدا مباشرا بتفجير مبنى سفارة، وعلى إثر ذلك قامت بإبلاغ الجهات المختصة الجزائرية التي سارعت بتحديد هوية الشخص وإلقاء القبض عليها. إلى موضوع آخر، عقد المجلس الشعبي الوطني الخميس برئاسة نائب الرئيس بالخير رابح جلسة عامة وجه فيها عدد من النواب 16 سؤالا شفويا إلى 4 وزراء. وطرحت الأسئلة على وزراء الشباب والرياضة، الفلاحة والتنمية الريفية، التجارة وترقية الصادرات والنقل. كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني عن إطلاق أو أقول إطلاق خارطة طريق جديدة لتوزيع الحليب المدعم عبر الوطن بعد شهر رمضان، وهذا قصد ضمان تغطية أفضل لكل الولايات. مور رمضان تكون فيه إن شاء الله خريطة جديدة بالنسبة لتوزيع الحليب المدعم، مثلا من البنات تاع معسكر تقعد توزع في معسكر، من البنات تاع هكذا جيب لي مثلا في باتنا توزع باتنا او الولايات المجاوره، على بالنسبه للمحيط تاع الولايه فقط، ولكن ما تروحش 400 ولا 500 كيلومتر باش توزع الحليب.
وأكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية أن قيمة الدعم الذي تخصصه الدولة للحليب تبلغ 85 مليار دينار جزائري سنويا، فيما تقدر كمية مسحوق الحليب الموجه لإنتاج الحليب المدعم نحو 15 ألف طن شهريا، أي ما يعادل 1.7 مليار لتر من الحليب سنويا، مبرزا أن حصة كل مواطن من الحليب المدعم تقدر ب 45 لتر سنويا. سنة 2022 المبلغ الذي وجه إلى ترقية إنتاج الحليب المدعم لحق المبلغ هذا الدعم إلى 85 مليار دينار جزائري. تم التحديد وضبط كمية مسحوق الحليب ب 14,954 طن شهريا في سنة 2023، حوالي 15,000 طن شهريا، أي ما يعادل 1.7 مليار لتر سنويا، أين تعادل حصة كل مواطن من مادة الحليب المدعم بحوالي 45 لتر لكل نسمة. وبخصوص إنجاز صوامع تخزين الحبوب عبر الوطن، فأوضح الوزير أن قطاع الفلاحة اتخذ كل التدابير اللازمة لتسييد هذا المشروع في أقرب الأجال. إدراج ولاية سعيدة ضمن البرنامج الاستثماري الوطني الذي يهدف إلى توسيع قدرة التخزين الوطنية، وفي هذا الصدد تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة من طرف دائرتنا الوزارية لإطلاق تجسيد هذا المشروع في أقرب الأجال. وأعلن الوزير هني إنهاء عملية إحصاء المواشي كاشفا عن رفع حصة الشعير للمربين. من الإحصاء تاع المواشي، السيد اللي عنده يعني ملف وقدم نفسه ولا راحت اللجنه باش دارت له الاحصاء يدي يعني الحق تاعو تاع شعير، واللي طلعناه على 600 غرام، معناتها 18 كيلو لكل يعني نعجه، وزدنا يعني اضافه باش نطوروا انتاج تاع الحليب تاع الماعز حتى السنه زدنا 18 كيلو في كل يعني انتاج تاع الحليب تاع الماعز. أكد وزير التجارة وترقية الصادرات كمال أرزيق أن أسعار مواد البناء عرفت ارتفاعا ملحوظا، خاصة فيما تعلق بمادة الحديد. مؤخرا عرفت أسعار بعض المواد الأولية على غرار الحديد ارتفاعا ملحوظا لم تشهده السوق الوطني من قبل، خاصة مع تزامن عودة الحياة الطبيعية للمشاريع الكبرى. ومن بين مسببات تلك الزيادة أذكر ما يلي: ارتفاع التكاليف اللوجستيكية للمواد الأولية المستوردة. فتحت مصالح الرقابة التابعة لدائرة الوزارية تحقيقا وطنيا حول مسببات وممارسات كل المتعاملين النشطين في هذا المجال للوقوف على الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار هذه المواد. كما كشف وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق عن إحصاء 34 شركة أجنبية مخالفة لشروط الممارسة المهنية، مع تحرير 108 مخالفة ضد المتعاملين المخالفين لهذه الشروط. 34 شركة أجنبية اللي كان ماشي من حقها تدير ممارسة الاستشارة القانونية، وماشي من حقها تدير ممارسة الاستشارة المحاسبية والجبائية وغير ذلك، أين قوبلوا برفض دخولهم إلى مكتب الشركات ومنعهم من أداء مهامهم، مما يشكل مخالفة موصوفة بعرقلة مهام الرقابة. كما تم الكشف عن مخالفات أخرى لأحكام القانون 0402 المعدل المتمم، وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها. هذا وأعلن رزيق أن تعويض أسعار الزيت الغذائي المكرر بلغ 108 ملايير دينار جزائري سنة 2022. في إطار تطبيق نظام تعويض أسعار مادة الزيت الغذائي المكرر عن تلك الرقم، فقط في 2022 المبلغ وصل إلى 108 مليار دينار جزائري. كما أعلن وزير النقل كمال بلجود دخول خط ترامواي مستغانم حيز الخدمة يوم 18 من فبراير الجاري. يوم 18 فبراير على يومين إن شاء الله سوف نضع حيز الخدمة الترامواي تاع مستغانم، ومن بعد يطلبوا إن شاء الله ليكستونسيون إن شاء الله.
وحول حوادث المرور، أكد وزير النقل كمال بلجود اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة للحد من هذه الظاهرة. زاكسيدون سيركيلاسيون خدينا بعض الاجراءات اللي راهي حيز التنفيذ لي لون تراجي اوبليغاسيون بور دو شوفور، لازم زوج سائقين، كونترول تكنيك كيف كيف. انا خدينا قرارات في هذا الميدان نحاول، ولكن لي زاكسيدون سيركيلاسيون هي قضيه الجميع، قضيه الجميع، قضيه السواق، قضيه المواطنين، قضيه السلطات المحليه، نتعاون كلنا ان شاء الله باش نخفوا من هذه المشكله هذه. كما كشف وزير النقل عن زيارته إلى دولة تونس للقاء نظيره والحديث عن آفاق النقل بين البلدين. زيارة إن شاء الله مبرمجة لتونس مع وزير النقل باش نهضروا على كاع هذه الأمور هذه إن شاء الله. أكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي أن استحداث المحاكم التجارية جاء لتحقيق الأمن القضائي للمستثمرين والتجار. وزير العدل وفي كلمة له ألقاها نيابة عنه مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل حول المحاكم التجارية المتخصصة ضمانا للأمن القضائي ودعما للاستثمار، قال فيها أن هذه المحاكم ستدعم حركية الاستثمار والتجارة، داعيا في ذات السياق القضاة إلى الاستمرار في العزيمة والإرادة للارتقاء بالعدالة الجزائرية. إن تنصيب هذه المحاكم يأتي من حرصنا على الاستجابة لدعوة السيد رئيس الجمهورية خلال افتتاح السنة القضائية 22-23 إلى تسريع تنصيب المحاكم التجارية المتخصصة لإعطاء دفع جديد للعمل القضائي من أجل تحقيق الأمن القضائي لدى المستثمرين المتقاضين والتجار من خلال تولي محاكم متخصصة لها دراية بالمسائل التجارية ولاية الفصل في النزاعات المتعلقة بنشاطهم التجاري والاستثماري، إلى جانب مسايرة التشريعات المقارنة في هذا المجال بجعل تشكيلة الحكم تشكيلة احترافية. استحداث 13 محاكم تجارية متخصصة عبر الوطن ستكرس الأمن القانوني في مجال تحسين مناخ الأعمال والتجارة. نتابع التفاصيل في تقرير لوليد جزوت. استحداث 12 محكمة تجارية متخصصة عبر كامل التراب الوطني، محاكم جاءت لتكريس الأمن القانوني المطلوب في مجال تحسين مناخ الأعمال والتجارة في الجزائر تماشيا وقانون الاستثمار الجديد. هذه المحاكم التجارية ستكون هي الواجهة الأولى لما يسمى بالاستقرار والأمن القانوني من حيث احترافيتها ومن حيث تكوين السادة الرؤساء الذين سيتولون رئاستها وتسييرها. التأسيس لمحاكم تجارية متخصصة يستعين قضاتها في مداولاتهم بمساعدين خبراء في تخصصات مجالات النزاع المختلفة، وكذا تقليص مدة التقاضي بما يرقى لتطلعات المستثمرين والتجار. سيشاركون القضاة في الفصل في المنازعات وفي إيجاد الحلول للإشكالات التي ستطرح على القضاء، وبالتالي عملنا على أن يتم الاختيار موضوعي مبني على العلم والاحترافية. جهة قضائية جديدة في النظام القضائي، قبلة ذات أهمية بالغة لدورها في حماية الحقوق والحريات وتعزيز الضمانات للمستثمرين والتجار. وقعت الجزائر وكوبا على 8 اتفاقيات تعاون في مجالات صناعة الصيدلانية، الفلاحة، الشباب والرياضة والاتصال، وذلك خلال اختتام أشغال الدورة 23 للجنة الحكومية المختلطة للتعاون الجزائري الكوبي. كما أشرف وزير الصحة عبد الحق سيحي كذلك على مراسم الإمضاء على المخطط الاقتصادي الثنائي للفترة 2023 مع إمضاء اتفاقية التعاون في مجال الصحة مباشرة بعد تعديل بنود اتفاقية التعاون السابقة الموقعة في 30 من جانفي 2018 بهافانا.
تتجه الجزائر بخطى ثابتة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الأنسولين، هذا ما كشف عنه وزير صناعة الصيدلانية علي عون خلال زيارة قادته إلى أجنحة الطبعة 17 لصالون الصيدلة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير لحياة بن فطوم. بسواعد جزائرية وعزيمة أثبتت القدرات والمؤهلات التي تمتلكها الجزائر، يخطو قطاع الصناعة الصيدلانية خطوات عملاقة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وثبة حقيقية أكدتها الجزائر مؤخراً من خلال شروعها رسمياً في إنتاج أقلام الأنسولين محلياً. مصنع الأنسولين ماهوش مصنع أنسولين، هو تركيب أقلام أنسولين، وقبلنا هذا باش ينطرقوا بالتركيب، وفرضنا عليهم باش يكون الأسعار تاع القلم مركب في الجزائر السعر نتاعو يكون منخفض إذا نقارنوا بالأقلام اللي راهم يستوردوا فيها. إنتاج 50% من الأنسولين محلياً خلال السنة الجارية والاستغناء عن استيراده نهائياً بالسنة المقبلة، يؤكد وزير الصناعة الصيدلانية. إن شاء الله من هنا آخر شهر مارس سيدخل مصنع مجمع صيدال في قسمتينا لصنع الأنسولين في القارورة متوجهة للمستشفيات. بهذا الإنتاج إن شاء الله إحنا أملنا نغطيه 40 إلى 50% في سنة 2023، ولكن طموحاتنا هي في سنة 2024 ننهي تماما استيراد الأنسولين من الخارج. تحويل عميق في صناعة الأدوية بالجزائر لا سيما الأنسولين، تحول من شأنه أن ينهي عقودا من التوريد المستمر للأنسولين من الخارج، ما كان يكلف الدولة أموالا باهظة. هذا وكشف وزير صناعة الصيدلانية علي عون عن وجود 7 مشاريع خاصة بإنتاج مضادات السرطان، 3 منها دخلت الخدمة. بما يخص الأدوية اللي متوجهة للسرطان، عندنا 7 مشاريع و7 مصانع راهم في حيز لإنجاز. كاين 3 مصانع بداو يعني ينتجوا، ولكن تعرفوا باللي المواد هذه مواد شويه صعيبه، سيدي سيتوتوكسيك، تتطلب وقت كبير للرقابه نتاع لي برومي لو اللي يديروها. نتمنى ان شاء الله من هنا الشهر جوان جويي يكون فيه، وكم شفتوا يعني مخبرين اللي رايحين يطرحوا الادويه نتاعهم في السوق الجزائري، وهذا يكون في فائده المرض الجزائري. كشفت فطومة قاسم رئيسة المديرة العامة لمجمع صيدال أنه سيتم إنتاج قارورة الأنسولين نهاية شهر مارس القادم. إنتاج وإن شاء الله إن شاء الله تعرفي في 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 طريقة الإنتاج والتحاليل، وإن شاء الله أول لو برومي لو تاع الأنسولين فلاكون يخرج آخر مارس 2023 إن شاء الله. كما أوضحت الرئيسة المديرة العامة لمجمع صيدال أن وحدة قسنطينة كورونافاك سيتم تصنيع وإنتاج قارورات الأنسولين بها. غيرنا لها الأفاق، هي اللي رجعت للأنسولين، هي اللي نصنع فيها الآن الأنسولين، بصح رايحين نديروا مصنع ثاني اللي نعملوا فيه اللقاحات أخرى غير اللقاح نتاع الكوروناباك، اللقاحات اللي مستعملين عند الأطفال في الجزائر وعن قريب إن شاء الله. أما عن رقم أعمال المجمع لسنة 2022 فكشفت قاسم فطوم أنها بلغت 15 مليار دينار، مبرزة أنها قفزة ب 52%. ورقم قياسي في تاريخ صيدال، وصلنا هذا سنة 2022 لتقريبا 15 مليار دينار مقابل 9.5 مليار في 2021، يعني قفزه تاع تقريبا اكثر من 52%، اون اوغمونطاسيون دو بلوس دو 52%. 23 ان شاء الله نلحقوا من 15 ان شاء الله ل 20 22 مليار دينار جزائري، هذا واش نتوقعوا فيه وعملناه في البلان دو لو بلان لو بيدجي تاعنا تاع 2023. تمكن
تمكنت المؤسسات الوطنية الناشطة في مجال صناعة مستحضرات التجميل والعناية الجسدية من نيل رضا المستهلك الجزائري بمنتوجات ذات جودة ونوعيات عالية ناهيك عن سعرها المقبول. حياة بن فطومة جابت أروقة المعرض وعدت لنا بالتالي. استطاعت مستحضرات التجميل الوطنية أن تكسب ثقة شريحة واسعة من النساء الجزائريات، حيث أضحى الإقبال عليها معتبراً، بل من الجزائريات من أصبحن يفضلن المستحضرات الجزائرية على المستوردة. كوتي تاع لي برودوي الجيريان مو جي لي بريفير باسكو عندنا كاين دي فوا تلقاي دي هود كام ما يعطوكش ان ريزولتا كيما ان برودوي سامبل. باغ كونتر مع لا لوكالي لا برودكسيون انترناسيونال. Donc oui, je valide la production locale algérienne. Ce sont des produits de qualité. وبين ثنائية السعر والجودة أثبتت العلامات الجزائرية نجاعتها، ما جعل من الصالون الجزائري الدولي لمستحضرات التجميل فرصة للوقوف على الإقبال المعتبر على الماركات الوطنية. الأغلبية تاع الناس يحبوا المنتجات تاعنا ويشريوهم ويديروا ثقة فيهم، وأيضا يعني بروتيليس وفرت لنا منتوجات اللي نقدروا يعني كنا نستعملوهم نشريوهم من لامبورتاسيون، اليوم نقدروا نقولوا نستغناو عليهم ونجربوهم مع المنتوج الجزائري. ما كانش فيه فرق ما بين المنتوج الجزائري والمنتوج الخارجي، وهذا يكون إلا وأن المرأة الجزائرية خاصها تسيل المنتوج تسيه وهكا تبدأ تدير فيها تدير فيها تاخد. قطعت صناعة مواد التجميل أشواطا كبيرة، فناهيك عن تحقيق الاكتفاء الذاتي، استطاع المتعاملون الاقتصاديون ولوج الأسواق الخارجية بمنتجات ذات جودة عالية وسعر في المتناول. إلى موضوع آخر، قام وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بالعربية الخميس بزيارة تفقدية لملعب دويرة، واستهلت الزيارة بتفقد أرضية الملعب، حيث شرعت مؤسسة الإنتاج في وضع أو الإنجاز أقول في وضع الطبقة الرملية على أن يتم الانتهاء مما تبقى من الأعمال بداية من الشهر المقبل. وبخصوص أشغال تركيب الكراسي فوصلت إلى 70%، وهي النسبة ذاتها بالنسبة لأشغال التهيئة الخارجية، فيما قربت أشغال الواجهة الخارجية من الانتهاء. الوزير طارق بالعربي أمر بتدارك التأخر المسجل في أشغال التهيئة الخارجية التي تشرف عليها المؤسسة الوطنية للأشغال العمومية، وذلك بتكثيف وفتح ورشات جديدة خاصة في الجهة المتعلقة بحظيرة السيارات والحافلات. نظمت جامعة الجزائر واحد بن خدة يوسف الاحتفالية بمناسبة اليوم الوطني للشهيد، وذلك يصادف تاريخ 18 من فبراير من كل سنة بحضور إطارات وعمداء مختلف الجامعات الجزائرية وكذا مجاهدين. وبالمناسبة أكد مدير جامعة الجزائر واحد البروفيسور فارس مختاري أن الهدف من الاحتفالية هو تسليط الضوء على تضحية الشهداء الأبرار، فضلا عن تذكير الأجيال الصاعدة بالتضحيات والبطولات التي قدمها الشهداء في سبيل تحرير الوطن. التغطية كانت لنور الهدى إغبريوان. بهذه الأحداث التاريخية أولا لنذكر الأجيال وأن نقف وقفة بالنسبة إلى هذه الأحداث أو هذه المحطات المهمة في تاريخ الجزائر، كي نبين للطالب الجزائري ما قام به الثوار وشهداؤنا الأبرار. الجزائر كلها ولادها أبطال وبناتها يعني فحلات، معنا مجاهدات طلعوا معايا المجاهدات 14 سنة في عمرها، وكانوا قائمين بإخوانها من المجاهدين وكانوا قائمين بالجهاد يعني والحمد لله يا ربي. كما أكد مدير جامعة الجزائر واحد أن الاستراتيجية الجديدة لقطاع التعليم العالي تسعى إلى تعزيز ولوج الطلبة إلى عالم الشغل للدفع بالاقتصاد الوطني إلى بر الأمان. الاستراتيجية الجديدة لقطاع التعليم العالي وعلى رأسها البروفيسور الوزير التعليم العالي البروفيسور كمال بداري، انتهجنا فكرة المؤسسات الناشئة
فكرة المشاريع الناشئة، فكرة حاضنات الأعمال التي أصبح عددها على المستوى الوطني 94 حاضنة، من أجل دفع الطالب الخروج من الدراسة النظرية، من وضع الأطروحات والمذكرات في الرفوف إلى عالم الشغل، إلى عالم الاقتصاد. وبهذه الاستراتيجية يمكننا أن نصل باقتصاد الجزائر إلى بر الأمان. إلى ولاية خنشلة، حيث تمكن فيصل من تحويل هواية تربية أرانب الزينة إلى مصدر دخل له. مزيد من التفاصيل في هذه الورقة لنبيل عبد النور شخاب. أحبها كهواية وأمن بها كمشروع ليجسدها على أرض الواقع كتجربة لتربية أرانب الزينة بمنطقة فرينغال بولاية خنشلة. دفعه حبه لهذه المخلوقات الصغيرة لخوض غمار هذا الاختصاص وإنشاء مستثمرة لتربية الأرانب. والحمد لله دخلنا المجال هذه مدة 7 سنوات، بدينا بشوية نطوروا الحمد لله اللي وصلنا اللي جبنا سلالات كما جيون، جبنا البابيون، وماذا بينا نطوروا المشروع ونكبروا المشروع أكثر من هيك إن شاء الله، وماذا بينا نجيبوا حتى سلالات أخرى. ثقافة تربية أرانب الزينة هو ما يريد فيصل نشره أوساط المربين، ويبقى مشكل غلاء الأعلاف وندرتها هو ما يؤرق هذا المستثمر. مشكل كبير اللي رانا نواجهوه تاع العلف، اذا ما قلتلكش على السعر نتاعو اللي مرتفع نوعا ما، ممكن نقول لك على الانقطاعات نتاعو المتكرره. نتمنى وان شاء الله من الدوله تشوف بجديه ان شاء الله وتاخذ بعين الاعتبار هذه الشعبه تاع الارانب سواء اللاحمه او ارانب الزينه. مشاريع مصغرة أطلقها شباب هدفه خلق أنشطة تحرك عجلة التنمية بالمنطقة، كما يطمح في توسيع مشروعه وتوفير سلالات أخرى ذات مستويات عالمية. إنها موضوع آخر، تحقيق معمق تجند له أكثر من 100 صحفي كشف الستار عن تواطؤ مقدم برامج مغربي بقناة بي اف ام تي في الفرنسية مع شركة صهيونية لترويج لصورة المخزن. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي لصبرين عوينة. تحقيق قامت به مجموعة دولية تضم 100 صحفي ورط المخزن والكيان الصهيوني مرة أخرى ليكشف بالدليل القاطع تورط الصحفي في القناة الإخبارية الفرنسية بي اف ام تي في راشيد مباركي في بث مواضيع خضعت لتأثيرات خارجية لا سيما لفائدة المغرب، مرتبطة بشكل مباشر بمشروع تضليلي كبير يقوده مكتب صهيوني. التحقيق الذي نشرته صحيفة The Guardian البريطانية كشف الستار عن وحدة من قراصنة الكيان الصهيوني يديرها شخص يطلق على نفسه اسم تلانان في العقد 5 من العمر، وهو عنصر سابق في القوات الخاصة الصهيونية ويعمل حاليا بشكل خاص باستخدام الاسم المستعار خورخي. وأثبت التحقيق أنه كان يعمل بشكل سري في بلدان مختلفة لأكثر من عقدين من الزمن، وأن نشاط الوحدة طال أكثر من 30 عملية انتخابية حول العالم. وكانت القناة قد فتحت تحقيقاً معمقاً بعد تلقي معلومات عن اشتباه باركي في تواطئه مع عملاء صهاينة وتلقيه لمبالغ مالية خيالية لخدمة الدعاية المخزنية، وكذا تبييض صورة النظام المغربي التي سودتها فضائح متتالية. ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر الاثنين الماضي إلى 41,000، وبلغ عدد القتلى في تركيا 35,418 شخص، في حين وصل عددهم في عموم سوريا إلى 5,800 وقتيل حتى صباح الخميس. نهاية هذا الموعد، إلى اللقاء.